تقريبا نص رجب، ياه فاضل 45 يوم على رمضان. انت متخيل؟ انت جاهز؟ انت مستعدة؟ واخد نية كبيرة؟ إيه كده كلك حماسة انك تدخل رمضان السنة دي، وانت احلى رمضان مر عليك من ساعة ما ربنا اوجدك في الدنيا، ليه ما تاخدش النية الجميلة دي؟ ممكن اقولك على اجمل واحلى مدخل تدخل بيه على ربنا يرضى عنك بيه ويحبك حب كبير لو دخلت بيه رمضان السنة دي، انك تعيش باحسان. ايه ده؟ اصل الاحسان ده احب المنازل الى الله واقرب المنازل الى الله واعلى درجات العبوديه. ايه ده؟ اعلى حاجه في ديننا اكتر متدين هو المحسن. يقول الله تبارك وتعالى: ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. ايه موضوع الاحسان؟ الاحسان زي ما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: ان تعبد الله كانك تراه. يعني ايه؟ احساس عميق بالله مالك ينك كانك شايفه، يخليك من كتر ما انت حاسس بيه بتحسن في كل جزئيات حياتك، بتطلع احسن ما عندك، بتخرج افضل نسخه منك، the best version of yourself. ليه؟ لاني شايفه. فتحسن في ثلاث اتجاهات: مع الله في التعبد والصلاه والذكر، مع الناس في حسن الخلق، ما كلمه حسن الخلق جايه من الاحسان، مع الحياه اتقانا وابداعا. ايه ده؟ الإحسان ثلاثي الأبعاد، الإحسان 3D، مش زي ما بعض الناس فاكرة إن الإحسان لله يا محسنين، ولا إن الإحسان هو الإتقان، لا 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 لا، الإحسان. طب وإزاي أجيبه دون؟ يبدأ بالذكر. علشان كده أنا بقالي مدة عمال أقول لكم الذكر الذكر الذكر، لأنه هو اللي بيوصل للإحسان. تحس إن القلوب إذا صفت رأت. الله، نفسك توصل للإحسان، نفسك تعيش معنى الإحسان. طب وهو ايه جوائز الاحسان؟ ثلاث جوائز ربانيه كبيره للمحسنين. الجائزه الاولى: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لا يمكن تحسن الا لما يحسن لك حته في حياتك، يجمل لك حته في حياتك، يخلي حياتك احلى في ولادك بقى، والله مراتك ولا بيتك ولا شغلك ولا فلوسك. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ وهو كرمه احسانه ليك اضعاف ما انت تعمل. طبعا الجائزه الثانيه: ان لا نضيع اجر من احسن عملا. لا يمكن تحسن الا ولازم يحسن لك حياتك اكتر واكتر واكتر ويدي لك. هل جزاء؟ لا يمكن. ان لا نضيع اجر من احسن عملا. مش احسنت على قد ما قدرت؟ اطمئن. الجائزة الثالثة: والله يحب المحسنين. ما في صفة في القرآن ربنا قال انه بيحبها اكتر من المحسنين. يحب المتقين مرة واحدة، يحب التوابين مرة واحدة، يحب المتطهرين مرة واحدة، يحب المتصدقين مرة واحدة، لكن يحب المحسنين 5 مرات. ايه رأيك تخش رمضان السنة دي لأول مرة في حياتك وانت ناوي اطلع احسن ما عندي؟ يا جماعة، ومش لازم 100%، يعني ايه محاولة الاحسان؟ احسان مجرد انك تاخد خطوة فيها احسان يحبك ربنا سبحانه وتعالى. موضوع سهل وتقدر تعمله، بس الحياة قرارات. تاخد قرار الان انك تعيش رمضان السنة دي، ومن هنا لغاية رمضان بتتدرب في رجب وشعبان انك رايح باحسان. انا الموضوع مشروع الاحسان ده بقى مشروع حياتي. انا عملت كتابين لغايه دلوقتي، حياه الذاكرين ومنازل الروح عشان الاحسان، وعملت برنامجين كانك تراه ومنازل الروح عشان الاحسان، وبرنامج رمضان السنه دي حياه الذاكرين حياه الاحسان عشان مشروع الاحسان. انا نفسي اساهم في احياء الاحسان بين المسلمين. ها، تاخد القرار وتقول انا عايز من دلوقتي ادخل رمضان من المحسنين.